خلونا نرحب في البدايه بالبشمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني والمتحدث باسم وزاره الاسكان. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بسيادتك. ويعني قبل ما ابدا في الاسئله، يعني بعد ما شفنا هذه المشاهد وهذه الفيديوهات من المشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، خليني اقول جمله ان هذا هو فخر التعمير والبناء المصري خارج حدودنا. ماذا يمثل المشروع بالنسبه لدوله تنزانيا؟ الحمد لله، وبنبارك للشعب التنزاني، ودي ملحمة فعلا فخر زي ما سيادتك تفضلتي، ملحمة قام بيها فريق مصري تنزاني مشترك، التحالف المصري اللي نفذ المشروع، وأكثر من 12 ألف عامل معظمهم من التنزانيين نفذوا المشروع الضخم ده. والحمد لله احنا كنا بنحتفل النهاردة مع الشعب جمهورية تنزانيا المتحدة بوفد رفيع المستوى من الحكومه المصريه برئاسه السيد الدكتور سامح شكري وزير الخارجيه، والسيد الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، وطبعا بتشريف الدكتوره ساميه حسن رئيسه جمهوريه تنزانيا المتحده. كانوا بيحتفلوا النهارده بالحمد لله باطلاق شراره البدء في الملء الاول للسد. الحمد لله طبعا حضرتك عارفه لو سيادتك تفضلت كده، مشروع سد ومحطه كهرباء توليد كهرباء كهرومائيه. صحيح، احنا بنشوف صور كمان من يعني صور تاريخية وصور حالية. الحقيقة شعب تنزانيا من الشعوب اللي الحياة المصريين بيحبوها، وبلد تنزانيا بلد جميل يعني، وفي سياحة عظيمة طبعا وقصة نجاح طبعا ما بين الشعبين، وبتنفذ حقيقي التلاحم المصري وتاريخ مع أشقاء وتاريخي. وطبعا الحمد لله السد له بعد اجتماعي وبعد اقتصادي وبعد بيئي كبير جدا للشعب التنزاني. نتكلم فأكثر من 17 مليون أسرة هتستفيد منه، سواء على البعد الاقتصادي والاستثمار والتنمية المستدامة بتوليد الكهرباء النظيفة والمنخفضة التكلفة، أو سواء البعد البيئي، لأن حضرتك النهر كان فيضاناته في الدلتا هناك كانت بتتأثر بتسبب فقد آلاف الأطفال وفقد الأعزاء من أشقائنا في دولة تنزانيا. صحيح. بسبب الفيضانات والمستنقعات وبسبب نشر الأمراض والأوبئة. الحمد لله النهاردة يعني في شكر السيدة رئيسة الدولة التنزانية لشكر الجانب المصري، انه من اليوم الحمد لله مش هيبقى فيه فيضانات، مش هيبقى فيه اوبئه، هيبقى فيه تنميه وزراعه وصناعه بسبب هذا المشروع الضخم. طيب هل في مراحل جايه في نفس المشروع وايه هي؟ احنا طبعا اهم مرحله خلصناها اللي هو بناء جسم السد وتحويل مسار النهر لمساره الطبيعي مره اخرى. ودلوقتي الملء الاول ده هيبقى فيه هيتكون جزء كبير جدا من المياه خلف النهر وخلف السد، وبعدين المرحلة الأهم بقى القادمة اللي هي تركيب التسع تربينات العملاقة خلال هذا العام القادم بإذن الله، اللي إن شاء الله مسؤولة عن إنتاج ما لا يقل عن 6.3 مليار كيلو وات ساعة سنويا من الطاقة المنخفضة التكلفة من الكهرباء. وطبعا ده هيكون له تأثير كبير جدا على الصناعة والاستثمار. يعني 2023 هيشهد تركيب تسع توربينات في سد جوليوس نيريري، صح كده؟ بالضبط يا فندم، اللي هي هتولد حوالي 2115 ميجا وات. طب ايه ابرز التحديات اللي واجهت تنفيذ هذا المشروع؟ طبعا كان في تحديات في الموقع نفسه، تحديات جغرافيه، تحديات انشائيه، والحمد لله اتغلبنا عليها، او يعني الجانب المصري اتغلب عليها مع الجانب التنزاني. الجزء الخاص بالعمليات انشاء جسم السد نفسه، احنا بنتكلم في جسم السد حضرتك يعني عشان بس الارقام نتخيل الحجم، ان ارتفاع السد 190 متر فوق سطح البحر على قاعده امتحانتها 20,000 متر مربع، فده قد ايه كان تحطيم الصخور في المكان وتحويل مسار النهر فتره انشاءات من 2018 لحد النهارده. وبنتكلم على طول من عند القمه حوالي 1000 متر لجسم السد، ده العمل الانشائي. وبعدين كان في تنفيذ مجموعه انفاق الحمد لله وبفضل الله اللي هي بدات النهارده توصل الميه، فتحنا فيها الجزء الاول للميه، ده كان جزء مهم جدا. عمليات الانشاءات دي كانت بتتبع عده مشروعات من كباري واماكن لسكن العماله اللي تشتغل على مدار الساعه، طبعا تحدي كبير جدا فيروس كورونا اللي كان برضو مؤثر جدا حقيقه. هو الحقيقي انجاز واعجاز هندسي تاريخي في تنزانيا بسواعد يعني كلا الجانبين، المهندسين والفنيين والعمال المصريين والمهندسين والفنيين والعمال في تنزانيا، مشروع مشترك. يعني بنشكر كل من قام عليه الحقيقة وسعداء بيه. بشكرك شكرا جزيلا بشمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني والمتحدث باسم وزارة الإسكان. الحقيقة هيكون لي لهذا المشروع انعكاس كبير جدا لدور مصر في قارة إفريقيا وفرصها داخل القارة كمان في المزيد والمزيد من المشروعات. علشان كده لما قلنا إن مهندسينا وعمالنا وفنييننا وإداريينا
الإداريين العاملين في هذا المشروع كانوا سفراء لينا في الخارج، ده أبدا يعني ما كانش مزايدة ولا كان أي نوع من أنواع إن احنا بنبالغ فيه.